هنتكلم عن النجوم بصفة عامة. النجوم بيكونوا نجوم علشان الجماهير بتصنعهم. بيكونوا نجوم أولا قبل الجماهير وقبل الإعلام، بيكونوا نجوم علشان هم بيتقنوا عمله، بيتقن العمل اللي هو بيعمله. بمعنى إن هو في لعبته لو أنا لعيب هندبول فأنا بعرف ألعب هندبول كويس، وكمان بيزيد عليه القدرات الخاصة. يعني إيه قدرات خاصة؟ يعني عندي الجلد والإرادة الزيادة والعزيمة، الإصرار، المكسب، التحدي، كل ده بتخلق نجم. بتخلق نجم ممكن تكون من الصغر بيتخلق النجم، بس النجم كمان مش جوه الملعب بس، أكيد لازم يكون جوه الملعب وبره الملعب. سلوك النجوم ده شيء مهم جدا، لأن عندنا أولاد صغيرين بيقتدوا من النجوم دول ويقولوا ده قدوتي. قدوتي دي مش معناها لعب بس، معناها حاجات كتير. إذا كانت لعب، إذا كان سلوك، إذا كان سلوك عام، سلوك حديث، سلوك مع كل الناس، لأن السلوك ده هو طريقة التعامل بينه بين النجم وبين كل الناس. أكيد اللي بيصنعوا النجوم الجماهير. الجماهير دي هي اللي بتصنع النجوم، هي اللي بتسقف وتشجع للنجم، لأن هي حاطة آمال كبيرة جدا على النجم إن هو دايما يكون متواجد، متواجد في الوقت والميعاد والتايم اللي هو عايزه، بمعنى اللي هو بيكسب الفريق، بيخلي الفريق ينتقل من مرحلة لمرحلة. الإعلام كمان بيصنع نجوم دلوقتي في العصر الحالي، أكيد الإعلام بيصنع نجوم. لما بنعمل سبوت على نجم بنصنعه، بس أكيد النجم عشان يتصنع لازم يكون يستاهل الحاجات دي. ملحوظة أو حاجة مهمة بقولها للنجوم في الوقت الحالي، سلوك حضرتك داخل أرض الملعب وخارج أرض الملعب محسوب. بمعنى بقى كل حاجة متشافة، الولاد الصغيرين بيخشوا الملعب عشان يتفرجوا على تدريب، فلو حضرتك زعقت أو أيا كان الكلام بيتحسب عليك، بيتعلم منك ده، بيتعلم منك لو تلفظت لفظ خارج حتى لو أنت بتهزر، بيتعلم منك السلوك، وبيقول أنا شفت النجم فلان الفلاني هو ده اللي قال لي. أتمنى من النجوم إن هي تفضل ماشية على مسيرة النجم، بمعنى تكون قدوة داخل الملعب وخارج الملعب، لأنها قدوة مؤثرة جدا في المجتمع في الوقت اللي احنا فيه ده بالذات. وكلمة أخيرة للنجم، بقول للنجوم بتوعنا أو نجومنا في كل الألعاب، في النادي الأهلي وبره، النجم بصفة عامة، نقد الجماهير واجب عليك تستحمله، لأن أنا قلت لكم في الأول إن الجماهير هي اللي بتصنع نجومية اللاعب. فلو سمحت تاني مرة النجم ما يقولش أصل الجماهير بتنتقد، طب ما جماهير بتشجعني، اشمعنى انت عايز جماهير تشجعك مش عايزه تنتقدك؟ ما ينفعش، لازم تاخد الحلو والمر زي ما بيقولوا، بس المر بتاع الجماهير بيتخليك بتنتقد عشان تطلعك تاني. ومهم جدا النقد ده يكون بناء ليك علشان تقوم وتبقى نجم مره تانيه. اتمنى من النجوم ان هم يكونوا قدوه لاولادنا، لان الاولاد الناشئين وبالذات في النادي الاهلي عندنا نجوم كتيره في العاب كتيره بيتفرجوا عليكم. نتمنى ان نجومنا يكونوا قدوه لاولادنا الصغيرين عشان يطلع اللعيب ده يعرف قيمه ومبادئ وانجازات وبطولات النادي الاهلي من خلال النجوم الكبار.